لا وازاي سماكي سمو؟ بابايا ومامتي لو انتوا عمالين بتقولوا حاجات حلوة عليا فدي الجينات بتاعت بابا وماما، يعني لو انا فيا اي حاجة حلوة يبقى الحلاوة بتاعتي مش شكلا يعني قصدي طباعا وكده. شكلا وطباعا ولا الله يخليك يا ماما، ده بابايا ومامتي الله يرحمهم يعني. بس طباعك اكتر من مين؟ لا مامتي كانت شخصية راقية جدا وهادية جدا وعمري ما شفتها بتزعق ولا صوتها بيعلى، حاجة رقيقة كده جدا زي النسمة في البيت. بابايا هو شخصية قوية جدا ومش قوية، اصل الناس عندهم فكرة ان فكرة الشخصية قوية دي يعني زعيق. لا هيشرحك لا قوي على فكرة، لان انت الميكس ده بالظبط منتهى الرقة والنسمة والحنية، بس في نفس الوقت قوية الشخصية جدا وثاقبة ونافذة البصيرة جدا. يعني لان احنا مش عايزين نكد احنا عليك، لسه ما اتكلمناش عن بابا والدموع. احنا لا 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 احنا اسفين، ما هو ده عيب الهوا. عارفة لو ما فيش انت هوا. كنت وحيدة؟ لا عندي اخ مهاجر في كندا فهو شخصية جميلة كده، وهو كان معروف في الجامعة الامريكية جدا اكتر مني وانا فنانه. يعني كانوا يقولوا انتي اخته، حتى هو هشام عباس يعرفه وعايده الايوبي كان كل الناس بيغني دي. ولا ايه؟ لا هو كمبيوتر ساينس يعني. فليه بقول لك كده؟ لا بابايا طبعا شخصيه فريده جدا، شخصيه بتخليكي تعملي اللي انتي عايزاه بطريقته هو بس بشكل اكتر قوه، وتحسي ان انتي عملتي اللي انتي عايزاه. يعني مثلا من غير زعيق من غير حاجه، انا ومنى هي بتسال سؤال وانا عايزه ارضيها وهي عايزه تراضيني، بس يبان ان احنا كاننا ما راضيناش بعض. فاهمه قصدي؟ مش قصدي انا بديكي مثل، وعلى راسنا وتقولي اللي انت عايزاه. لا انت فاهمه قصدي، يعني الكيمياء بتاعت البشر دي ملهاش علاقه بالناس عايزه ايه ومش عايزه ايه. فهو كان سايبني انا حاسه ان انا حره، وفي الوقت نفسه في برواز للحريه من غير ما احس بيه. فهو شخصية بصراحة مهما اقعد اتكلم عنه كتير، انا بقعد اتكلم عنه كتير جدا، هو ووالدتي يعني وهو ومامتي. لما دخلت الوسط كنت بقول بابي ومامي، فيقول لك بتاعت بابي ومامي الحق. ابويا وامي يعني الله يرحمهم يعني. الله يرحمهم. مدارس فرنسية برضه يا جماعه، لا يعني قصدي اختلاف اللغه في الجامعه الامريكيه. أيوة اختلاف اللغه ملوش علاقه بانه اقول ابويا وامي ووالدي ووالدتي. بنت البلد الجدعه انت في لعبه الست ورتينا وش تاني خالص. انا عندي وريتك مقلوبه وكانت يعني كان جو تاني. انت بتحبي عيشه قنديشه؟ انا بحب عيشه قنديشه، ده كان دور بصراحه. على فكره هي شبهك شويه، ما اتفرجت كده على خدتي بالك؟ اه فيها منك. اه العينين اللي هي اوعى يكون فيها منك جوه. وماله؟ برافو عليكي. مهارات. برافو عليكي، لان هي ست عيشه قنديشه دي كانت مغربيه مش ساحره، ضد الاحتلال اللي جالها في بيتها ودمر اسرتها، وهي انتقامها كان انتقام من الظالم، يعني بتاخد حق المظلوم من الظالم بنفسه. فهي بتطلع لهم لغايه دلوقتي، وست فيها حاجه، فيها بركه كده، فيها فيها شخصيه مختلفه، فيها بس دي قصه حقيقيه. دي قصه حقيقيه طبعا، طبعاً. ضد الاحتلال البرتغالي فعلا ليها وجود حقيقي. وكتير قوي من اللي ما شافوش ده، ما فيش حاجه اسمها المغرب بتاع سحر ولا مصر بتاع سحر. لا في حاجه اسمها شخصيات علامات فيما هم بيعملوه. ربنا مديهم حاجه. اه طبعا كلنا كده.